and girls in all. As a such general organization. And donc qui s'occupe de ces finances, mais aussi a 1000 fois plus de recettes que lui. Nous avons un mouvement douanier. فالسيد والألف الدولي يجدد الدعوة للمجتمع الدولي ولتحقيق أهدافه والأشد أشد حقيقة في مجيئها وحضارتها ومستقبلها. That the president. Alors que les discussions parlement. Nous avons un intrusive vacancies. Cuba. اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي يشكل بالطبع حدث مهم في الكالندر السنوي للنشاطات البرلمانية الدولية، بل لعله أهمها. وهذا يعني اتحاد ومنظمة عريقة تعود جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر، والشعبة البرلمانية في دولة الإمارات لعبت خلال السنوات الماضية دور أساسي يفوق العديد من الدول في المنطقة في هذا المجال. فهناك التحضير الجيد لأجندة المؤتمر، هناك المشاركة الفعالة في اقتراح البنود، هناك المشاركة الديناميكية في نشاطات اللجان، وهناك أيضا المشاركة المميزة في اجتماعات المجموعة الخليجية وفي اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، وكل ذلك لتنسيق المواقف الخليجية والعربية بحيث أن برلمانات المنطقة والبرلمانات العربية تستطيع أن تساهم بشكل إيجابي في هذا الحدث الدولي. قضايا المنطقة، قضايا العرب لا يمكن أن تحصل على يعني تفهم إذا لم نحسن التحضير لها. إذا كان التحضير جيد على مختلف المستويات، فلا شك أن صوت الإمارات وصوت الخليج وصوت العرب سيسمع بشكل واضح وبشكل صريح وبشكل مؤثر في كل المنابر البرلمانية الدولية. أجمعت جميع الوفود البرلمانية المشاركة على إقرار البند الطارئ حول مكافحة الإرهاب والتطرف وضرورة تعزيز دور البرلمانيين كمطلب أساسي للأمن والسلم الدوليين. وكانت الشعب البرلمانية الإماراتية قد تقدمت بهذا البند الطارئ خلال المشاركة السابقة، والحمد لله لاقى القبول كامل وإجماع، وهذا يدل على أن العالم كله بحاجة إلى أن يكون هنالك دور فاعل للبرلمانيين في مكافحة التطرف والإرهاب، خاصة على وضع الموجود في منطقتنا العربية. كذلك من خلال مشاركاتنا المختلفة للشعب البرلمانية في اللجان الدائمة الأربع، كان لهم طبعا مداخلات هامة، ومن ضمنها أيضا مشاركتنا في ضمن إعداد تقرير خاص بحقوق الإنسان وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك المحافظة على حقوق الإنسان في جوانب مختلفة. قمت أيضا بالمشاركة من خلال اجتماع النساء البرلمانيات الذي يعقد للمرة 30، وتم في احتفالها الخاص حيث أنه تحت شعار أن قوة المرأة لدعم المرأة، وكان هنالك في حشد للعديد من الأصوات حتى نخرج ببيانات برلمانية معززة لتمكين المرأة في شتى المجالات. وطبعا كما ذكرنا أن هنالك دائما عند ذكر إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال تكون محط فخر وإعجاب، خاصة أن نشكل المرتبة الأولى في مجال تمكين المرأة عربيا وأيضا سد الفجوة بين الجنسين.